هاي بنات، اليوم الفيديو راح يكون 18 نصيحة تجميلية. قبل ما نبدي الفيديو لا تنسون الاشتراك بقناتي وتسوون لايك وشير لهذا الفيديو وتسوون تفعيل الجرس حتى كل ما انزل فيديو جديد تعرفون. بهذا الفيديو راح اقول لكم هذولا النصائح، 18 نصيحة تجميلية اتمنى انه تستفيدون من عدها. اول شيء لا تستعملين الفاونديشن بلا الكريم المرطب وبلا البرايمر. لا تثبتين الفاونديشن مالتج او المكياج مالتج بالفاونديشن البودرة. لا تشترين بس مكياج غالي او بس مكياج رخيص، يعني لازم تشوفين شنو هو الشيء اللي ديرهم عليك او شنو هي المنتجات اللي دترهم على نوع البشرة مالتج. لا تستعملين الايد حتى تخلين المكياج مالتج، حاولي انه تشترين فرج مكياج زينة. حاولي تشوفين فاونديشن يرهم على نوع البشرة مالتج ويرهم ويا لون البشرة مالتج. استعملي اي شادو برايمر وثبتيه. استعملي مسكارة تنطي طول وكثافة للرموش. لا تحددين الحواجب مالتج بطريقة قوية، يعني رسمتهم هيك في الطريقة. الشيء اللي لازم تسوينه انه ويا الحواجب انه بس تملئين الفراغات اللي موجودة بالحواجب. استعملي حمرة ترهم ويا لون بشرتك. استعملي غسول للوجه يكون كلش زين حتى يكون المكياج مالتج حلو. رطبي بشرتك واستعملي برايمر يكون بلمعة. حطي فاونديشن او بيبي كريم. ثبتي المكياج بلوس باودر خفيف وحطي بلاش وهايلايت خفيف. مشطي شعرك بمشط يكون خشبي او فرشة بامبو. غسلي وجهك بالشاي الأخضر حتى تقللين من مظهر التجاعيد وتقللين من السواد تحت العين. اشربي مي يكون بدرجة حرارة الغرفة لأنه يساعد على ترطيب البشرة. استعملي مرطب خاص للإيدين. استعمليه بالليل حتى الإيدين مالتج تكون خالية من التجاعيد وتكون ناعمة. حاولي تنامين 8 ساعات. استعملي سيرم وكريم للعيون حتى تقللين من التجاعيد. حاولي المخدة مالتج تكون من الحرير وتبدلينها على طول حتى تحافظين على البشرة مالتج نظيفة. من تبدلين المخدة مالتج راح تحافظين على نضارة البشرة ونظافتها. هذه كانت نصائح تجميلية اتمنى انه تستفيدون من عدها. اتمنى انه هذا الفيديو يعجبكم. انتظروني بالفيديوهات الجاية. باي.